الاحتلال البريطاني للإمارات العربية المتحدة. كان البرتغاليون قد سيطروا على منطقة الخليج العربي منذ القرن السادس عشر الميلادي، ثم قام اليعارب حكام عمان بإجلائهم بعد معارك عديدة، مما فتح الباب لتغلغل النفوذ البريطاني والنفوذ الهولندي، وكانت منطقة الإمارات تتبع تاريخيا لسيطرة عمان. إلا أن ساحلها الذي عرف بالساحل المهادن ظهرت عليه قوى جديدة تمثلت في قبائل القواسم الذين بنوا أسطولا قويا من السفن، وقبائل بني ياس الذين كان لهم قوة برية فاعلة في المنطقة. بدأت بريطانيا تدعم تواجدها في الخليج، فظهرت مقاومة قوية تمثل أهمها في القوة البحرية للقواسم. وشنت بريطانيا ثلاث حملات على منطقة رأس الخيمة، فشلت في الأولى والثانية، لكنها تمكنت في الثالثة من تدمير أسطول القواسم بشكل كامل. فرضت المعاهدة العامة للسلام في سنة 87,300 للهجرة. أعلنت بريطانيا أنها ستسحب جميع قواتها المرابطة في المنطقة. اجتمع أمراء الخليج اجتماع السميح في أبوظبي، وتدعو لإقامة اتحاد من 9 إمارات لسد الفراغ السياسي الذي سيخلفه الانسحاب البريطاني. وبعد الاجتماع أعلنت كل من أبوظبي ودبي اتحادا ثنائيا مما مهد الطريق لانضمام بقية الإمارات، وأعلن الاتحاد سنة 71,900 ميلادية برئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وانضمت الإمارات إلى الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي.